ازاي اقدر احجز ارخص اسعار تذاكر طيران. في حلقه النهارده هساعدكم بثمان استراتيجيات انا شخصيا بستخدمهم عشان اقدر الاقي ارخص تذاكر طيران في السفر. اهلا بيكم في حلقه جديده من بودكاست اسرار السفر الاقتصادي، البودكاست الوحيد اللي هيساعدك تسافر وتلف في كل انحاء العالم بميزانيه نفس مصروفه في بلدك، وهيعلمك ازاي توفر فلوس كتيره في السفر وازاي كمان تقدر تعمل فلوس وانت بتسافر. ازاي اقدر احجز ارخص اسعار تذاكر الطيران. استنى كده، قبل ما تحجز لازم تعرف الثمان نقاط المهمه اللي هتكلم عنهم في حلقه النهارده قبل ما تبتدي تسافر او تروح اي مكان جديد. فقبل ما تحجز طيارتك القادمه اعرف الثمان نقاط اللي هتكلم عليها النهارده، لانه هيعملوا تغيير شامل في اسلوب حجز الطيران او تذكره الطيران للمكان اللي انت هتروحه المره الجايه. اول حاجه ان انت محتاج تكون مرن في التواريخ والوجهات او الاماكن اللي انت ناوي تزورها. يعني لو انت في بالك او انت في بالك تزور خمس بلاد على مدار السنه الجايه او السنتين الجايين، بنعمل تشيك الاول على اسعار الطيران لكل جهه. عايزه اروح تركيا، عايزه اروح جورجيا، عايزه اروح بريطانيا، عايزه اروح فرنسا، فبتعمل سيرش الاول انت نفسك تروح الاماكن دي كلها. طيب فبنعمل سيرش الاول، بس المهم ان احنا نكون قبل ميعاد الطيران بتاعنا يكون مش اقل من 3 شهور. لو تقدر تحجز طيارتك قبلها بسنه احجزها، وحاول ان انت تختار التذكره اللي هي فليكسبل، ان انا اقدر اغير الميعاد، ان انا اقدر الغيها وهكذا. فلازم تكون مرن جدا في التواريخ والجهه اللي انت ناوي تروحها. فانت الاول بتعمل سيرش على كذا بلد وتشوف ارخص سعر طيران للوجهه من خمس وجهات مثلا انت نفسك تزورها، فبتختار الطياره دي. وفي كمان تريكه كده يا جماعه، ان دايما بيقولوا لكم ان اسعار تذاكر الطيران بتبقى رخيصه جدا يوم الثلاث صباحا او مساء متاخر. يعني دي حاجه معروفه كده، لما تيجي تحجز طياره هتلاقي يوم الثلاث، لانه يوم نص الاسبوع بتبقى الناس اساسا ما بتسافرش او بيبقى مشغوله بشغلها. في ناس بتسافر 3 4 ايام فبيربطوا خميس جمعه سبت حد مع بعض، فتلاقي دايما اسعار تذاكر طيران يوم الثلاث رخيصه جدا، الصبح بدري قوي او بالليل بدري. تاني حاجه، لما تحجز طيران هتلاقي ان الطيران اللي هو مواعيده مش مناسبانا، اللي هي بتبقى متاخره قوي او بدري قوي، دي بيبقى اسعارها اقل بكتير من اللي على مدار اليوم. فانت برضو لو او انت حابه تضحي شويه بمواعيد نومك، ان انت مثلا تسافري بالليل او تاخدي طياره بالليل وتفضلي سهرانه طول الليل في المطار، فاتس اوكي، ده الاوبشن ده عندك او عندك عشان توفري فلوس، لان فعلا بيبقى يعني تقريبا 25% من سعر الطياره بيبقى مخفض لو حجزتي التيكت بالليل جدا او وقت متاخر. تاني حاجه، وانا شخصيا بستخدم الاستراتيجيه دي، ان انا بعمل مقارنه ما بين الاسعار تذاكر الطيران سواء في كاياك او في جوجل فلايتس او سكاي سكانر. بالنسبه لي انا احسن سعر بجيبه على سكاي سكانر، بس حاول تفتح على قد ما تقدر كذا موقع وتعمل مقارنه ما بين اسعار تذاكر الطيران. الاهم ان الشركه اللي انت ناوي تطلع عليها طيران، اعمل سيرش على سعر الطياره في مقر الشركة الأصلي. يعني ما تعملش سيرش بس على جوجل فلايت أو سكاي سكانر أو كاياك أو الابليكيشنز التانية، لا، اعمل سيرش على سعر الطيارة ذات نفسها في الموقع بتاع شركة الطيران، واعمل مقارنة ما بين الأربع أماكن دول أو الأربع ابليكيشنز دول، وفي الآخر طبعا تختار أحلى سعر يناسبك. تالت حاجة، حاول إن أنت تربط الإيميل بتاعك بالابليكيشن اللي أنت معتاد تحجز عليه طيران. ليه؟ لان دايما بتلاقي بيوصل لك على الايميل بتاعك تنبيهات او نوتيفيكيشن بالاسعار الرحلات المخفضه، فدايما خليك ذكي او سمارت ان انت دايما تربط الايميل بتاعك اللي انت دايما بتشيك عليه، عشان دايما بيبعتوا لكم يعني تنبيهات او اخبار جديده عن اسعار الطيران او اي ابديتس بتحصل في الطيران بصفه عامه. فانت لو ما عندكش خبره في السفر قبل كده او انت ما عندكش خبره في السفر خالص قبل كده، فانصحك ان انت طبعا تبداي تخططي لرحلتك من قبلها بسنه، حتى تدخلي على تطبيق تشتركي عليه او ان انت تسجلي بياناتك عليه بحيث ان يوصلك تنبيهات. وكمان في اوبشن ان انتوا تختاروا ان يجيلكوا اي نوع من انواع النوتيفيكيشن او اي نوع من انواع الايميلات اللي توصل لكم على الايميل بتاعكم. فدايما ركزوا ان انتوا يوصل لكم ايميل بالتنبيهات عن ارخص اسعار الطيران من الشركه نفسها او من الابلكيشنز الثانيه.
في الغالب هتلاقي لما انت بتعملي سيرش على جوجل او بتعملي سيرش على اسعار طيران من جهه لاخرى هتلاقي دايما بيظهر في لان معظم المواقع فيها حاجه اسمها كوكيز ان هي بتعرف بتربط بياناتك بكذا حاجه تانية. يعني انت لو عملت سيرش او انت عملت سيرش على جوجل على حاجه معينه على منتج معين هتلاقي دايما اعلانات المنتج ده بتظهر على فيسبوك وعلى انستغرام وعلى جوجل سيرش وعلى حتى اليوتيوب الاعلان او المنتج اللي انت كنت بتعمل عليه سيرش. فدايما حاول ان انت تعمل سيرش للحاجه المكان اللي انت عايزه من جهه منين لفين واربطه بالتطبيق بالايميل بتاعك عشان يوصلك تنبيهات دايما بايه ارخص او اللي هما بيبقوا عاملين فتره سيل عاملين فتره تخفيضات فتعرف تكون انت اول شخص تعرف ان انت ان في تخفيض. او ساعات الشركات كمان الكبيره يا جماعه بتعمل عروض يعني كده جهنميه كبيره فانت لو مش على تواصل بشكل دايم مع الشركه يعني مثلا شوف اكتر شركه طيران بتروح الوجهات اللي انت نفسك فيها فدايما تابعها مصر للطيران القطريه الامارات او الحاجات اللي هي اير ايجيا او اي حاجه رخيصه تابعها على طول لان ساعات بيعملوا اوفرات جامده جدا جدا فانت لو مش بتابع الشركه انت مش هتعرف فبالتالي هتروح تحجز من مكتب او هتحجز اونلاين بسعر متوسط او غالي فاحسن عشان تقدر تلاقي على ارخص اسعار الطيران فانصحك ان انت تربط ايميلك بالتنبيهات بتاعه ارخص اسعار التذاكر الطيران. رابع حاجه زي ما قلت لكم قبل كده انتوا عندكم اوبشن ان ما انتوا تحجزوا تذكره الطيران قبلها بسنه او اخر لحظه خالص. ليه اخر لحظه؟ طبعا قبلها بسنه لان الشركات بتبقى الاسعار بتبقى رخيصه جدا وكل حاجه بتغلى على مدار الايام فالاحسن ان انت تحجز بسنه او قبلها بكام يوم لان ساعات الطياره بتبقى خلاص يعني هي اتملت ركاب بس فاضل فيها كام كرسي فاخر كراسي دايما بيبقى عليها سيل بيبقى عليها تخفيض كبير جدا فدايما برضو حطي في بالك اوبشن ان لو انت من الاشخاص اللي بتعرفي تعملي باكنج بسرعه ولايت باكر ان انت بتعرفي تاخدي شنطه ظهرك وتقدري تسافري على طول او ان انت مجهزه نفسك ومجهزه كل حاجه بس فاضل بس تذكره الطيران في طبعا بلاد كتيره تقدر تزوريها من غير فيزا وهعمل لكم حلقه عليها الايام الجايه فما تنسوش تتابعوا القناه وطبعا البودكاست تسمعوه عشان تتعلموا اسرار السفر الاقتصادي اللي دايما بقولها لكم في البودكاست عشان كمان انتوا كمان تقدروا تسافروا وتلفوا العالم بميزانيه بسيطه جدا. انا مصروفي في السفر اقل من مصروفي ما كنت بصرف في بلدي لان اتعلمت الاستراتيجيات بتاعت اسرار السفر الاقتصادي دي اللي بعلمها لكم في البودكاست فتاكدوا ان انتوا تشتركوا بالقناه وتفعلوا جرس الاشعارات عشان اي فيديو جديد انزله على القناه يوصل لكم. ففكره ان انتوا تحجزوا اخر لحظه ان بيبقى في طيران معين مثلا طالع باريس اوكي فبيعملوا تخفيضات على اخر 5 6 7 كراسي في الطياره فده انتوا تقدروا تستفيدوا بالعرض او الاوبشن ده. خامس حاجه دايما ادرسوا المطارات الموجوده في البلد لان معظم البلاد بيبقى فيها مطار كبير قوي جدا مشهور وفي مطارات صغيره فدايما ركزوا ان انتوا تحجزوا تذاكر طيران من المطارات الصغيره الايربورتس الصغيره لان دايما بيبقى عليها اسعار تذاكر ارخص بكتير من يعني المطارات الكبيره. على سبيل المثال انا لو سافرت من مطار القاهره او سافرت من مطار شرم الشيخ تذاكر سعر تذاكر الطيران من شرم الشيخ نص اسعار تذاكر الطيران في مطار القاهرة على سبيل المثال وقيسوا كده على جميع انحاء العالم فهتلاقي بلاد كتيرة جدا فيها مطار كبير ومطار صغير بس لازم تعملوا سيرش كويس جدا مكان المطار فين يعني ما يكونش بعيد قوي. انا بالنسبة لي لما كنت بحجز من مصر كنت بحجز من مطار شرم الشيخ كنت اروح اقضي يومين 3 4 5 6 في دهب او في شرم الشيخ انبسط بوقتي ومعايا الشنطة بتاعتي الجار بعد كده استمتعت 3 4 ايام بوقتي في شرم الشيخ او في مدينة دهب بعد كده بطلع من مطار شرم الشيخ واسافر الوجهة بتاعتي وحرفيا يا جماعة بقدر احوش في فلوس الطيارة 50% يعني لو هي مثلا ب 10,000 من مطار القاهرة تقدروا تحجزوها من شرم الشيخ ب 5,000 جنيه على سبيل المثال. تاني حاجة ان المطارات الصغيرة دي هتلاقي برضو ان فيها مواقف باصات اسعارها رخيصة مش زي لو رحت المطار الاساسي او مطار القاهرة او اكبر مطار في البلد
هتلاقي بقى في اللي هي العربيات الخاصه والليموزين والكلام ده، فبتكون اسعارها كبيره جدا، لان متوقعين اي حد نزل على المطار الدولي الاساسي بيبقوا ناس غنيه قوي. لكن انت لو باك باكر وعايز توفر، طبعا انصحك تروح بالمطارات الصغيره، وطبعا لازم تدرس مكان المطار كويس، يعني عشان في مطارات بتبقى متطرفه، فهتضطر ان انت مثلا يعني تاخد جورني تانية. فالاحسن ان انت تبقى مركز ان المطار طبعا ما يكونش بعيد جدا، ولو هو بعيد ايه هي افضل وسيله تقدر تاخدها من هناك، في هل متاح مواصلات عامه او باصات. انا بالنسبه لي لما سافرت على تركيا برضو ما وصلتش في المطار صبيحه اللي هو الاساسي، وصلت في مطار صغير ما كنتش فاكره ايه اسمه دلوقتي، بس خدت باص، والباص كان سعره رخيص، الباص اللي هو تبع البلد. فما تحاولوش ان انتم مثلا لما تحجزوا مواصلات مع افراد او سواق تاكسي او كده، لا، حاولوا ان انتم زي ما بتدرسوا المطارات تدرسوا كمان مواقف الباصات في البلد. ثالث حاجه، حاولوا يا جماعه تتفادوا على قد ما تقدروا المواسم، الاعياد، المناسبات، الاجازات الكبيره والاجازات الصغيره، والموسم بتاع البلد ذات نفسه. انا على سبيل المثال لما كنت في بالي قالوا لي تفادي الموسم في الشتاء او في المطر، موسم المطر. انا حبيت موسم المطر جدا واستمتعت بيه. بالعكس هتلاقوا في المواسم اللي فيها الذروه ان السياح كتير جدا، زحمه، وتقفوا طوابير كتيره جدا، بتضيعوا وقتكم في الانتظار. انا ما بحبش الحر، وتحسوا ان في، خاصه لو انتوا جايين من بلد اوريدي فيها حر، فبتبقوا عايزين تشوفوا طقس جديد، جو جديد. فانا بالنسبه لي ان انا اشوف الريني سيزون في بالي كان بالنسبه لي حاجه روعه، وان انا اشوف برق ورعد واستمتعت، لان هو مش 24 ساعه مطر، بس الاجواء وشكل السماء وشكل التغيرات الكونيه اللي بتحصل حواليا والكلاود والكلام ده، استمتعت جدا. والمطر ما كانش غزير زي ما هما كانوا مخوفيني ان انت مش هتقدري تطلع، بالعكس انا استمتعت بوقت جدا في الريني سيزون في بالي. فدايما حاولوا تروحوا ايه الاوقات اللي ما فيهاش السياح كتيره وزحمه، عشان توفروا وقتكم وتوفروا طاقتكم وكمان توفروا فلوسكم، لان كمان لما بتروحوا البلد في الاوف سيزون السكان المحليين بتوع البلد عارفين ان ده الاوف سيزون، فبيحاسبوكوا على كل حاجه بالسعر المحلي، مش بيحطوا بقى اسعار السياح، بيبقوا عارفين ان ده الاوف سيزون، فكل حاجه بتبقى اسعارها رخيصه. تاني حاجه ان هو هيتيح لك فرصه ان انت تندمجي اكتر مع السكان المحليين. وعلى فكره يعني انا معظم البلاد اللي انا سافرتها السكان المحليين لما بيجي لك فرصه تتكلمي معاهم ناس طيبه جدا وناس جميله جدا، ويساعدوك اكتر او يساعدوكي اكتر ازاي تلاقي اماكن رخيصه، تطلعي رحلات رخيصه. ساعات هم كمان ياخدوكي تور جايد معاهم، يعني هم يبقوا التور جايد بتاعك، يقول لك انا رايح انا وعيلتي مكان، تعالى اخدك معايا، هنروح نصطاد، هنروح الشلال، هنروح نعمل بيكنيك في مكان معين. فساعات كمان بتتعزم على الاماكن دي. فبجد ان انتوا حاولوا تتفادوا ايه ايام الزحمه. على سبيل المثال دايما يقولوا له في شهر مايو افضل موسم في اوروبا، لان بيبقى في امتحانات، في اطفال بتمتحن، الاسعار بتبقى رخيصه، والجو كمان بيبقى حلو. فانتوا كمان ركزوا على حته الجو، لان انا من الاشخاص اللي الجو بيأثر على المود بتاعي، فلو الجو حر قوي انا مش بعرف استمتع، بفضل قاعده في البيت. فدايما طبعا ركزوا في الموضوع ده. سابع حاجه، استخدم برنامج مكافآت الطيران. على فكره يا جماعه الجنود، انتوا يعني انتوا قبل ما تسافروا طبعا محتاجين تروحوا تعملوا قاعده مع البنك بتاعكم، الفرع بتاعكم. طبعا لازم هنتكلم على الحساب البنكي والاتش ار ليتر، ازاي نطلع فيزا، وازاي نعمل على نقدم على باسبور بجنسيه جديده، والموضوع ده ترند جدا، وانا من الاشخاص اللي مقدمه على باسبور بجنسيه جديده. هنتكلم عن الموضوع ده في الحلقات الجايه، فلو مهتمين اكتبوا لي في الكومنتات عايزين ايه هي اسئلتكم، وانا هجمعها واجاوب عليها الحلقات الجايه. فحاولوا ان انتوا دلوقتي لو انتوا فعلا اشخاص باشون، عندكم باشون بالسفر وبس الميزانيه لسه محدوده او ما عندكوش فلوس، ابداوا دلوقتي اعملوا حساب بنكي، وابداوا تواصلوا مع البنك بتاعكم، واعرفوا لان البنوك دايما بيبقى عندها عروض وعندها مكافآت وعندها نقاط. فالفكره ان انت لو انت حابب تسافر تقدر تروح تتكلم مع البنك بتاعك، بيطلع لك بطاقه دي بتحجز بيها تذاكر الطيران، فكل ما بتسافر بيجي لك نقاط على الاميال اللي انت بتسافرها. ففي ناس كتير على فكره بتسافر بتاخد رحله او تذاكر طيران مجانا من كتر ما هم سافروا وجمعوا نقاط، والنقاط دي بيستبدلوها بفلوس
تذاكر الطيران. فانت ممكن يعني كل 3 4 5 رحلات طيران على حسب المسافه انت بتسافر منين لفين، فهتوفر اميال او نقاط كتيره جدا بعد كده تقدر تحولها ان انت تاخد تخفيض على التذكره القادمه او حتى ان انت تاخدها مجانا. تاني حاجه محتاجين ان احنا نعمل مسح ملفات تعريف الارتباط بالمتصفح الخاص. لازم نعمل خاصيه، عندكم تو اوبشن ان انتوا تستخدموا الفي بي ان او تعملوا انكوجنيتو اللي هو المتصفح الخفي، وده مهم جدا. التركه دي هتفرق معاكم كتير جدا يا جماعه، انا عرفتها متاخر للاسف بس هتفرق معاكم كتير جدا. هتلاقوا مثلا ان انتوا في يوم من الايام عملتوا سيرش على سعر تذكره طيران مثلا من القاهره لباريس، هتلاقوها مثلا كانت عامله 300 دولار. تاني يوم جيت عملت سيرش تاني هتلاقيها بقت غاليه، بقت 350 دولار، بعد يومين 370 دولار. فليه الاسعار بتزيد؟ لان هم خلاص هم عارفين ان انت دلوقتي شخص بتدور على رحله من القاهره لباريس، فانت واحد مهتم، فهتلاقيهم كل شويه بيزودوا السعر شويه عليك عشان يدفعوك او يدوا لك بوش او يشجعوك او يحفزوك بسرعه عشان تحجز الطياره. لما انت كل يوم بتشوف ان السعر بيزيد السعر بيزيد، ده مش حقيقه، هما بس بيتلهبوا باعصابك بيخلوه عندك اللي هو احساس ان انا عايزه احجز الطياره باسرع ما يمكن. فده نوع من انواع الماركتنج، ده نوع من انواع التسويق، ان هما بيشجعوا ان انت تحط فلوسك عشان هما يكسبوا منك. الكلام ده كله انا بكتب لكم اسرار كتيره جدا عن اساليب استراتيجيات السفر الاقتصادي في كتيب اسمه انا عاملاه اسمه دليل اسرار السفر الاقتصادي. الدليل ده بيقول لكم على كل تركات السفر اللي انا اتعلمتها خلال 5 سنين من السفر. انا بدات اسافر من اكتر من 5 سنين، بس اخر سنتين بقيت فول تايم ترافلر، مسافره بدوام كامل او رحاله زي ما انتم عارفين. فطبعا ما تنسوش تتابعوني على الانستجرام وتتابعوا يومياتي والريلز بتاعتي، دايما بنزل لكم تريكس عن السفر او حاجه تراديشنز او كلتشر في الاماكن اللي انا بزورها حول العالم. وكمان عامله لكم نسخه صغيره مجانيه من دليل اسرار السفر الاقتصادي، نسخه صغننه من اصل الدليل ذات نفسه الكبير اللي فيه كل المعلومات وفيه كل حاجات اتعلمتها في السفر. بس انتوا كمان حابه اساعدكم بشويه تريكس، فعملت لكم دليل صغير اسمه دليل كتيب اسرار السفر الاقتصادي، كمان تقدروا تحملوه مجانا. ولو عجبكم تقدروا تشتروا النسخة الكاملة، وانا عاملاها بسعر بسيط جدا يناسب الجميع، بس مقابل السعر ده انت هتاخد قيمة وهتوفر سنين وساعات كتيرة جدا، الاف الساعات اللي انا قضيتها في السيرش عشان الاقي ارخص اسعار طيران، ارخص اقامات، ارخص حاجة، وان انا كمان اخد كواليتي عالي في السفر. لان انا من الاشخاص انا ما بعرفش اسافر واتبهدل، انا لازم اكون قاعده كده يعني متدلعه كده يعني مستمتعه بالمكان، ما بعرفش اتبهدل زي البيت اللي انا قاعده فيه حاليا. انا قاعده مجانا من خلال التطبيق اللي انا كاتبه لكم اسمه في الديسكريبشن بوكس، تقدروا تحجزوا اقامات مجانيه حول العالم. وكمان انا بقدم استشارات، تقدروا تحجزوا معايا فيديو كول نقدر نتكلم وندردش ازاي اساعدك او اساعدك تحجزي طيارتك او تحجزي رحلتك او تحجزي اماكن اقامات مجانيه حول العالم من خلال التطبيق اللي انا بستخدمه دايما، ووفر لي الاف الدولارات ويساعدني ان انا اعيش في اماكن لكجري زي اللي انا فيه حاليا. انا قاعده في ريزورت 5 ستارز على البحر مباشره، وهنا لمده 7 اسابيع مجانا، وعندي سويمنج بول وعندي جاكوزي وعندي يعني اوبشنز الريزورت موجوده كلها متوفره ليا. فطبعا ما تنسوش تشتركوا بالقناه وتفعلوا جرس الاشعارات، وما تنسوش تحملوا الدليل اسرار السفر الاقتصادي نسخه مجانيه هديه ليكم، وحاطه لكم اللينكات المهمه ان انتم تحتاجوا تنزلوها والتطبيقات المهمه اللي انتم محتاجين تنزلوها على موبايلكم قبل ما تبداوا تسافروا عشان يساعدكم توفروا على قد ما تقدروا وتستمتعوا برحلتكم وتلاقوا كل الاوبشنز الحلوه اللي انتم متخيلينها في السفر. فما تنسوش تشتركوا بالقناه وتتابعوني، ولو حابين تعرفوا معلومات اكتر ازاي ان انتم تلاقوا اقامات مجانيه حول العالم، وازاي تعملوا فلوس وتوفروا وتاخدوا فلوس او تعملوا فلوس وانتوا بتسافروا، فانصحكم ان انتوا تشوفوا الفيديو ده ضروري، هيفيدكم كتير جدا يا جماعه. هتعملوا فلوس وهتوفروا كتير جدا، وهتلاقوا سكن في اماكن كتير حول العالم ببلاش في اماكن جميله جدا، وتعملوا اصحاب حول العالم. فاتمنى ان انتوا كمان اكون شجعتكم ان انتوا تبداوا تنفذوا رحلتكم اللي بتحلموا بيها، واشوفكم طبعا في الفيديو.